الحمل واضح ان هو مر بظروف قاسية الفترة اللي فاتت، والنهاية كانت نهاية مؤلمة مؤلمة شديدة الألم، يعني زي ما تقولوا كده ايه، جابت اخركم، يعني اللي هو ما فيش بعد كده، ألم شديد شديد شديد، حالة من ممكن تكون فيها غدر، حصل غدر. حاسس ان هو اتغدر بيه، الضربة شديدة، حصلت ضربة شديدة خلتك افقد التوازن على اقل تقدير، الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما، يعني حاجة فظيعة، يعني حاجة شنيعة. لكن واضح ان الحمل صبر، صابر، هو انت حمول يا حمل فعلا على اسمك، انت متحمل كتير جدا، متحمل الم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده، او الطعنة اللي جات لك دي، وممكن تكون جات من كذا جهة مش من جهة واحدة. لكن انت صابر ومستني حاجة، مستني بقى ان شاء الله انه ربنا يعوض الظلم اللي حصل ده، ويرد يرفع عنك الظلم ده، او يرفع عنك الابتلاء ده. صبرك واضح، واللي بيصبر اكيد بينول اكيد، ومفيش حق عند ربنا بيروح، يعني ايا كان بقى اللي حصل ده الطعنة دي، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرد لك حقك باذن الله. شايف انك انت قررت تبعد عن المشاكل وتديها ظهرك، خلاص اللي يحصل يحصل، زي ما تقول كده ايه، قررت تدي ظهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها، وانا يعني اؤيد ده جدا. خلاص في حاجات معينه، مشاكل معينه كده بتوصلها، هي خلاص ملهاش حل، هتعمل ايه؟ اديها ظهرك وامشي. واضح كمان ان عندك اعباء وعندك مسؤوليات شديده جدا، وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لمكان اهدى ومكان اكثر امان او اكثر ايجابيه، فانت فعلا بالفعل بتعمل ده، ما شاء الله عليكم بجد، حاجه حلوه جدا. وشكل حاله التقلب والمشاكل دي، انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكله، هو ده اللي انت محتاج تعمله، اديها ظهرك وامشي، ان شاء الله رايح لحتة احسن بكتير. كينج اوف كابس، شايفة قدامي، سوري نايت اوف كابس، في مشاعر بتحصل من اما منك او من شخص قدامك، يعني انا شايفة انه في حالة ابروتش، حد، لا هو حد بيقرب لك بمشاعر فيها حب، خطة بطيئة شوية، ما هيش سريعة، الخطة بتاعته فيها تأني شوية، إنما في حد بيقرب منك. ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش، ممكن يكون في حد ابتدى يقرب منهم، زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده، بيحاول يقرب منكم، بيحاول يساعدكم أو يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب. للناس اللي مرتبطة بالفعل، ممكن يكون شريكهم بيعمل كده فعلا، وبيحاول ان هو يهون عليهم وياخد بايديهم، حاجة حلوة جدا جدا. شايفة فلوس بتجيلك من شخص كبير، ممكن يكون ورث او اب او ام بيساعدوا، بيمدوا ايديهم بيساعدوك، في شخص بيمد ايد العون ليك، حد اكبر، ممكن يكون زي ما قلنا اب او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس، لان الحاله الماديه عندك كمان واضح انها طالعه نازله، واللي جاي رايح، مش عارف تجيبها من هنا تبوظ من هنا، تجيبها من هنا تبوظ من هنا، ففي حد هيساعدك وهياخد بايدك ان شاء الله، اذا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل كويس جدا، باذن الله ان شاء الله هتقف على رجلك. انا شايفه قدامي قوه اهو، كينج اوف سوردز، تعالى تعالى ولد بتاع، انت اتكل على الله، اتكل على الله، قوة، هتبتدي تقوى يا حمل، والضربة اللي ما بتموتش بتقوي، وانت 100% 100% هتقوى، ما شاء الله قوي، وهتبتدي تاخد قرارات مهمة
وهتكون جامد، لا هتوري بقى وش جامد، تعرف تصد بيه الصدمات اللي عماله بتحصل فيك دي، هتقوى جامد جدا. والظلم اللي حصل ده باذن الله هتبتدي يا اما هيترد بالفعل بسرعه شديده جدا، او هيتبان بوادر ان الظلم ده هيترفع من عليك. Justice is going to be served. او ممكن يكون عندك حاجه قضيه، حاجه في القضاء، حاجه في الحاجات دي، ان شاء الله ربنا هينصفك فيها وهتخرج منها باذن الله منتصر. لما هتحس بقوتك، وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور، وتبتدي تقول لأ مش أنا اللي أقع، هتبتدي بقى إيه، يجي لك الموتيفيشن، فرص هتبتدي تظهر قدامك، أو ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وانت هتعرف تستغلها ان شاء الله كويس جدا جدا جدا. صحيح ممكن تزود أعدائك وتزود مسؤولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك، انما هتعملها بطموح، هتعملها بروح إيجابية، بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد، هنجح يعني هنجح، دي طاقة نجاح إن شاء الله. عندك الألمنتس كلها، الساحر مع العصا والسيف والدرهم والكاس، أنت عندك كل الأساليب اللي ممكن توصلك للنجاح. السيف القوة، الدراهم الحالة المادية أو الشغف أو الرغبة في الوصول للحالة المادية الأحسن. عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي الكوبايات، والعصا تحمل المسؤولية والصعاب، أنت تعرف تتحمل الصعاب. هتستعمل كل الأدوات اللي في إيدك دي إنك تحول أي حاجة قدامك لنجاح. فأرجوك يا حمل، لو أنت فعلا، أنا شايفة كل الناس بتقول القراية صح، الطعنه اللي انت اخدتها دي، او الغدر اللي حصل ده، او ايا كان الالم اللي جابك ارضا ده، طرحك ارضا ده، انت هتتغلب عليها اذا ما كنتش هتبتدي تتغلب عليها فعلا. اجمد اهو، اجمد، بصوا كينج اوف سوردز شايل سيف وقاعد ملك، ولا يهمني، انا بتعلم من اخطاء، انا بعرف ناس على حقيقتها علشان اعرف بعد كده قيم النص صح. فمش عايزاك تقلق، المتاعب او الحمول اللي عليك، المسؤوليات اللي عندك دي، حاول انها تخففها شويه، لان هي فعلا تزايدت عليك الفتره دي. حاول تاجل حاجات، حاول توزع مهام شويه، لان عندك اعباء او ممكن تكون عقبات كتيره شويه. فحاول ان انت تطلب المساعده، بس المساعده جايه، المساعده جايه لك من شريك بإذن الله، بيمد إيده ليك بالمساعدة معنوية، حتى لو كانت ممكن تكون مادية، زوج بيساعد، زوجة بتساعد، في حد بيمد إيده المساعدة ليك إن هو يساعدك تعدي إن شاء الله الأزمة دي، وبتعدي إن شاء الله، معدي خلاص، ارمي ورا ظهرك، ارمي ورا ظهرك كل فدق، ان شاء الله جاي لك حاجات كويسه. البدايه الجديده مش ظاهره قوي، لكن انت بترسم لها. انا مش واضح عندي بدايه جديده، انما انت على بتاخد خطوات ان انت تروح لها. اجمد يا حمل، الحمد لله كويس جدا. يوسف بشكرك، الصعب عدى خلاص، الحمد لله عدى خلاص، الحمد لله، وعديته يعني متماسكين وكملوا بالتماسك ده، لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله. يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، اللي انا شايفاه انت حالتك دلوقتي ايه يا حمل؟ انت في حالة حيرة شديدة، محتار، يعني انا مش عارفة انت محتار في ايه، يعني محتار، مش
مش عارف تعمل ايه، انت واضح انت مش عارف تعمل ايه. نفسك تقدم لشريكك حاجة، عايز تقدم له حاجة، عايز تقدم له حب، عايز تقدم له مشاعر، تقدم له مساعدة، تقدم له عرض، تقدم له حاجة. الحمل عايز يقدم حاجة لشريكه، وشايف شريكه ازاي؟ الحمل شايف شريكه بيتغير، او مسافر بعيد شوية، او شايفه بينتصر، شايفه في حاجة، يا اما بيتغير يا اما بيسافر يا اما منتصر، في حاجة حصلت له، عنده طاقة انتصار شوية. الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية، بمعنى ممكن تكونوا مش بتصارحوا بعض بحاجات، ومش بهدف ان انتوا بتخبوا، لا، بهدف ان انتوا في حالة كتمان، ان كل واحد شايل في قلبه اللي مزعله وساكت ما بيتكلمش عنه، ففي حالة من الحاجة المستخبية، فاهمين قصدي؟ وحاجة فيها اللي هو ايه، مفوضين امركم لله، كل مفوض امره لله، وما بتتكلموش، او حد فيكم ما بيتكلمش، زي ما تقولوا مش عايز تشيله همك، يمكن تكون حاسس ان هو مش هيفهمك او كده، فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت، او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني. شريكك بقى حالته عاملة ازاي؟ شريكك متكتف، بمعنى مش عارف يساعدك، مش عارف يعمل لك حاجة، متكتف. اولا هو مش فاهم، مش شايف الالم اللي انت فيه لان انت مخبيه، بس هو حاسس ان في حاجة، بس ايه هي الحاجة هو مش عارفها، مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه. نفسه في ايه؟ نفسه يسعدك، نفسه تتلموا لو انتوا لسه مرتبطتوش، نفسه في ان انتوا ترتبطوا وتبتدوا عيلة جديدة، لو انتوا مرتبطين اوريدي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومترابطة، ويعني قريبين جدا من بعض، ده اللي نفسه فيه شريكك. شايفك ازاي؟ شايف حالتك، هو شايفك، كشفك مظبوط، انت متبهدل متبهدل، ألم شديد شديد يعني فوق الوصف، بس مش عارف يعمل لك حاجة، زي ما انتوا شايفين واقف مش عارف يعمل لك حاجة. دلوقتي في حالة صبر، حالة انتظار، حالة تقييم للموقف، بتحاولوا تقيموا الموقف. بعدين شايفة فرح، ده يعني الناس اللي مرتبطوش، اللي لسه في يعني بياخدوا خطوات للارتباط الرسمي، ممكن يكون ده اعلان خطوبه او اعلان حاجه، في انتصار على حاجه، لو كان ظلم واقع عليك باذن الله هتحتفلوا بانتصار، والناس بتبارك، وانتوا يعني زي ما تقولوا الروح بترجع لكم كده، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وبعدها بإذن الله يا رب يا رب إن شاء الله، يعني والله أعلم، اتنين زواج بالفعل، الناس اللي مستنية حمل إن شاء الله في حمل، كارت ده جميل، البداية الجديدة جاية يا جماعة، أهي Ace of Cups، الكلام ده في حوالي شهرين كمان. مشاعر جديدة هتبقوا تحسوها، الدنيا هتلطف بقى، وأنا بقول إن الكارت ده يا جماعة دي إيد ربنا، أهي إيد ربنا بتتمدلك، الأمنية اللي أنت عايزها أو الحاجة اللي أنت مستنيها إن شاء الله هتحصل، في حاجة كويسة جدا جدا هتحصل، لأن بعد المصيبة دي، المصيبة دي إن شاء الله إيد ربنا بتتمد، لازم ولا بد، مفيش كلام، بإذن الله في حاجة كويسة. نصيحتي ليكم يا حمل، شريكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك إزاي لأنه مش فاهم، فياريت لو تقدر تفهمه. انا عارفه ان في اوقات معينه الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر الالم، يعني الالم لما بيزيد قوي بيبقى شديد قوي، او الصدمه بتكون شديده قوي بيبقى مش قادر يتكلم، ولو فرضنا ان الصدمه دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيبقى مش عايز يتكلم معاه، بس بنصحكم ارجوكم حاولوا تتكلموا وتقولوا اللي جواكم عشان الشريك يحاول يساعد، لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف،
وانت جواك مشاعر عايز تبينها له، بس انت في حاجة وجعاك قوي فمش عارف تطلع المشاعر دي. هي جواك موجودة، حبك موجود لشريكك، يعني شريك الحمل شريكك بيحبك، لكن في حاجة منعاه ان هو يتكلم ويقول المشاعر اللي جواه، لان هو عنده ألم شديد شديد جدا. بليز اتكلموا، حاولوا الحاجات المستخبية دي بقى خلاص الستار يترفع وكل واحد يقول اللي جواه. دي القراية العاطفية لبرج الحمل، قراية حلوة نهايتها بإذن الله يا رب إن شاء الله حاجة في منتهى الجمال، فرح بإذن الله جاي، احتفال، في حاجة حلوة جدا، وزي ما قلنا إتمام زواج أو خطوبة. الناس اللي مرتبطين ممكن المتجوزين ممكن يكون في حمل، لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة، بمعنى هنفتح صفحة جديدة بإذن الله. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا حمل إن شاء الله. معلش عدينا فترة صعبة، بس إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعوضكم خير. انتصر معي، كيف هيك؟ طيب وفعلا انتصرت بالآخر، الله أكبر، ما شاء الله يا لارا، حلو جدا، ده في حاجات حصلت بالفعل، كويس قوي قوي قوي، الحمد لله. زي ما قلت لكم، اللي حاسس منكم ان حصل وقع عليه ظلم، باذن الله باذن الله انتصار قريب قوي، وربنا ربنا ما بيسيبش حد مظلوم، ان شاء الله لو بعد 100 سنه هيرد عنكم الظلم ده ويرفعه عنكم ان شاء الله. اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئله، في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله في رجوع. الناس اللي اتطلقوا أو على مشارف طلاق والحاجات اللي بتحصل دي، عيلة بتتلم. الناس اللي لسه ما تجوزوش بإذن الله هيتم جوازهم، يبتدوا عيلة جديدة إن شاء الله بإذن الله، ربنا يفرحكم يا رب. تعالوا نشوف الحالة المادية، هل هيحصل فيها أي تغيير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بصوا، ما فيش حاجة هتتغير في الحالة المادية، والله أعلم والله أعلم. الحالة المادية ممكن تكون لسه مزنقة، بس زي ما قلت لكم في مساعدات جاية. معلش نساعد بعض، نساعد بعضينا يا جماعة، نساعد بعضينا إن شاء الله هتبقى الدنيا أحسن. نشوف هل في انفصال أو لا في برج الحمل الشهر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا مفيش انفصال، لكن واضح ان في طاقه من العقلانيه، يعني ناحيين المشاعر شويه وبنفكر بالعقل بس، ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي، راكنينها على جنب. الحمل هو الحمل بصراحه طبيعته كده عملي جدا، بس فراق مفيش، ممكن يكون في عقبات او مشاكل.